أحبائي من جبل الزيتون، بحب أختم شيء مهم جداً، إنه المسيح جاء لتتميم المشيئة الإلهية. كل فكرة التجسد مثل ما ذكرت مراراً، حتى المسيح ما يكون مجرد سوبرمان بيصنع عجائب أو بعلم تعليم خارق، ولكن كل مجيء مسيح أو الغرض منه هو حتى يتمم مشيئة الآب ويكمل عمل الفداء بموته على الصليب. فالأسبوع الأخير اللي ابتدى من بيت عنيا، بيت فاجي في دخول المسيح الانتصاري إلى أورشليم، أوصنا أوصنا لابن داود مبارك الآتي باسم الرب، سواء لعن شجرة التين أو تطهير الهيكل أو صنع المعجزات في الهيكل في الأسبوع الأخير، كل هذه الأحداث كانت بتجهز بتعد للخاتمة، إنه يسوع يوم الخميس كان مع التلاميذ في العلية، من العلية صاروا في وادي قدرون إلى بستان جتسماني، وفي بستان جتسماني كان يسوع يصلي، وألقي القبض على يسوع المسيح لتكميل عمل الفداء. كان بيصلي وكان برضو بعلم بطرس إنه رسالة المسيح ليس بالسيف، هو يقدر أن يحضر ملائكة للمساعدة، ولكن كيف يتم المكتوب. ومن بستان جتسماني أحبائي أخذوا يسوع مرة ثانية صعودا إلى جبل صهيون، اليوم في كنيسة صياح الديك سان بيتر زينجاليكانتو أو بيت قيافة. هناك وقف في المحاكمة أمام حنان وقيافة وأمام مجمع السنهدريم. كل هذه الأحداث أحبائي حدثت يعني في ليلة ما نمش فيها يسوع المسيح، كان بدون نوم وكان عم بصارع في البستان وبيطلب من التلاميذ صلوا لألا تدخلوا في تجربة. ودائما أنا بقول لكل المشاهدين، تخيل معي لو كنيسة الرب تتعود تصلي ساعة كل يوم لألا تدخل في تجربة، شو ممكن يصير في العالم؟ العالم راح يتغير. المسيح تألم، المسيح مات، المسيح قام حتى يقدم الخلاص الكامل. من جبل الزيتون أنا أحثك في هذا الوقت لا تضيع الفرصة، يسوع مات حقيقة وقام وهو حي وبيسمعك، مجرد تقول له ارحمني أنا الخاطئ، تعال غيرني وأسكن قلبي وأعطيني النعمة أعيش لأجلك. صليها، وإذا محتاج لمساعدة روحية تواصل معنا. بصلي بركة الرب يسوع تكون معكم وتحل عليكم. إلى اللقاء. جبل الزيتون أورشليم القدس أنا بدعوكم تشاهدوا سلسلة جديدة من البرامج بعنوان يسوع، والغرض من هذه السلسلة إظهار تميز وتفوق يسوع المسيح على سائر البشر. وليه عم بعملها في هذه الأوقات؟ اليوم في هجوم كاسح على هوية يسوع المسيح من كذا فئة، مسلمين ملحدين ومسيحيين للأسف اللي بينكروا لاهوت وهوية يسوع المسيح. أنا بدعوكم تشاهدوا هذه السلسلة اللي راح تكون بركة لحياتكم.